أجمل شوربة أعرفها التاريخ أعتقد هي شوربة العدس، تحسوها حضن بيدفي في الشتاء، بتشبع من غير زيادة في الوزن وسهلة جدا في العمايل، وهقول لكم في دقيقة إزاي تعملوها بمنتهى السهولة. كوباية ونص عدس أصفر مغسول ومتصفي، ومحتاجين جزرة كبيرة لكل نص كوباية عدس، بصلة كبيرة هتناسب الكمية اللي عندي وما تستصغروش، والإضافة الزيادة هي بطاطساية صغيرة وهتدينا طعم وقوام تحفة. قطعت البصلة زي ما انتوا شايفين وحمرتها في شوية زيت في الحلة، أول ما تدبل هنضيف الجزر والبطاطس وقطعوهم قطع صغيرة عشان يستووا معانا بسرعة. 10 دقايق تقليب، اول ما يتبلوا هضيف العدس. هنملى الحله تقريبا لحد نصها بالميه السخنه، وهنضيف معلقه صغيره من السكر، وهنسيبها على نار هاديه لمده 20 دقيقه، ولو احتاجت لميه زوده. كده المكونات كلها استوت، بس بتهدى شويه قبل ما احطها في الخلاط. ما تملوش الخلاط للاخر واضربوها ضربه مبرحا قبل ما نرجعها لنفس الحله تاني على نار متوسطه، وشيلوا اي ريم بيظهر على السطح. هندهر بقى ملح وفلفل وبابريكا وكمون، ضيفوا بشر ليمون وعصير، وهيقلب كيان الشوربه دي، وتدفوا بقى واستمتعوا.